أخبار اليوم. في استمرار للتواصل بين مؤسسة الرئاسة والشعب، ما زالت تنهمر آلاف الرسائل يوميا تحمل مطالب وأماني وأوجاع المواطنين المصريين. الرئيس عمل بريد إلكتروني جديد للتواصل الحقيقي مع الشعب. أنت كمواطن مصري تحب توصل له رسالة حقيقية على أرض الواقع؟ والله أنا بقول له يعني لازم الشعب المصري أمان عليك، ولازم يعني تحافظ عليه وتديه كل حقوقه يعني، وعيش في سلام وأمان. وطبعا الشعب المصري عاني كتير من الثورات، ولازم يرجع من أول وجديد. يعني قول له خلي بالك من الشباب، ويكون حريص على الشباب، لان الشباب مش عايز اقول لك 50% ولا 60% من الشباب ضايع. يعني هم عاملين يقولوا المصانع في العاشر شغاله، الناس عماله تمشي في الناس في العاشر، الناس كلها عماله تمشي. انا كواحد من الشباب انا لسه حس بدوري. عملنا ثوره ونزلنا شاركنا في الثوره وقمنا بثوره عشان مطالب، وللاسف ما بعد الثوره هي السلبيات لسه موجوده، البطاله، تعليم، صحه، كل ده احنا عارفينه. بس انا بتكلم اكتر في حته البطاله. يعني انا كطالب جامعي انا بنزل يعني السنه في الجامعه ممكن اصرف فوق 7-8 آلاف جنيه، وفي الاخر بخلص الاربع سنين وباجي ادور على شغل الاقي نفسي في محل مش عارف ايه، يعني في مجال غير اللي انا درسته خالص، وانت بتبقى مجبر على ذلك. يعني الظروف المعيشيه ويعني وما شابه بذلك، انت مجبر ان انت تشتغل ومش هتقدر ترفض. يعني انا نفسي اقول له يعني احنا بنبني بلد، فدور الشباب دلوقتي، البلد دي مش هتتبني من غير شباب. رساله وبقول له كمواطن مصري خلي بالك يا ريس بان الفساد في المواجهات الاداريه او في الادارات اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه وصل ذروته، وصل الفساد في البر، انتشر الفساد في البر وفي البحر. يا ريس انا بقول لمعاليك انت رجل جيش في الاول وفي الاخر وتعلم الحقوق فين، في ظالم ومظلوم في جمهوريه مصر العربيه، وما زال الفساد في جمهوريه مصر العربيه واصل لذروته في بعض الادارات الحكوميه. انا بلتمس من سعادتك انك تصدر اوامرك لجميع الادارات وبالذات الادارات التحكميه اللي هي موجوده في مصر والاجهزه الرقابيه بمراقبه الفساد في مصر. عايزه في رقابه على المؤسسات الحكوميه، على الاحياء الشعبيه والعشوائيات بالذات، في كتير قوي بلطجيه يا ريس. لغايه دلوقتي انا شخصيا كمواطن ما شفتش حاجه على ارض الواقع. انا كمواطن عايز احس ان الاسعار رخيصه، عايز احس ان الاسعار رخيصه وان الجو اتعدل وان الدنيا صح. انا شايف ان احنا نفس الكلام، ماشيين في نفس الكلام، اسعار بتغلى، الحكومه في ناحيه والشعب في ناحيه، احنا كمواطنين اللي مخنوقين، كهربا بتزيد، ميه بتزيد، بوتجاز مش موجود، الحاجات دي كلها المشاكل دي مين اللي هيحلها غيركم انتم؟ انا اتعشم من الله ان الدوله تتلم حوالين بعضيها عشان نقدر نوقف مصر على رجليها. بقول له اولا لازم مجموعه المعاونين اللي هم هيفحصوا البريد الالكتروني ده لازم يكون عليهم رقابه جامده جدا، ما يبقاش زي ديوان المظالم اللي عمله محمد مرسي قبل كده والاف الاف المظالم اترمت في الزباله. انا بقول له مجموعه المعاونين يفرزوا بحق وبضمير قوي يفرزوا المظالم اللي هتيجي من الناس دي او البريد الالكتروني. وعايز اقول له حاجه تانية، ان مش كل الشعب المصري يقدر يخش على النت والبريد الالكتروني، لازم يخصص برضه جهه انها تتقبل الخطابات العاديه وتتقبل صوت الناس من الجوابات العاديه ان انا ابعتها، ويكون عندي الثقه ان الجواب بتاع اللي ابعته في شكوتي لازم يفحص عن طريق رئاسه الجمعيه عند ناس متخصصين. جميع المؤسسات لازال بيديرها لجنه السياسات رجاله جمال مبارك. عايزين الفساد ده بقى كفايه عليه قوي، كفايه قوي فساد من 2010 وهي المؤسسات بتدار من لحيه لجنه السياسات رجاله جمال مبارك. الفساد لازال شغال، يا ريت الحته ديت توصل للرئيس. الغلا زاد عن حد، حياة بالغالي، ناس كتيرة تعبانة في البلد دي وعايزة ترتاح، واحنا ما نحبك. أنا من ضمن الناس يعني يمكن على مستوى المحافظة بتاعتي علاقتي صورة الرئيس من قبل ما يبقى رئيس.
الحمد لله رب العالمين. فاحنا بنتمنى من الله ان هو برضه يحاول يساعدنا، عايزين نعيش لان كفايه اللي حصل. موضوع الحد الادنى والحد الاقصى اللي هو ما اتفعلش لغايه النهارده، دي مشكله جامده طبعا بالنسبه للناس الموظفين، الناس الغلابه اللي وراهم اولاد ومسؤوليه وكده، لابد ان هو يتفعل. لغايه النهارده ما اتفعلش موضوع الحد الادنى والحد الاقصى، فمصر مستنيه هذا الموضوع، والعالم الشعب يئس، لابد ان الدنيا بتغلى والاسعار بتغلى يوم ورا يوم، فلابد ان تفعيل الحد الادنى والحد الاقصى وتطهير البلد من الفساد. هكذا جاءت آلية البريد الإلكتروني لتواصل حقيقي للرئيس مع شعبه، وأيضا هي محاولة لتخفيف ولو جزء بسيط عن أعباء هذا الوطن. مصطفى سعد، أخبار اليوم.